السيد محمد اعضاء هيئه الدفاع، السيد ممثل رئيس الامن الاقليمي، السيد ممثل القائد الاقليمي للدرك الملكي، السيد ممثل القائد الاقليمي للقوات المساعده، السيد ممثل الوكاله الوطنيه للسلامه الطرقيه، الساده مساعدي القضاء من المفوضين والقضائيين والحضور والخبراء، حضرات السيدات والساده، ايها الحضور الكريم، كل بحسب صفته ومقاله والاحترام الواجب لشخصه. اسمحوا لي في مستهل كلمتي ان اعبر لكم عن الشكر الجزيل لتشريفكم لنا بحضور هذا اللقاء التواصلي التحسيسي الذي تنظم المحكمه ابتداء بسنه في اطار سلسله من اللقاءات التي تنعقد بكافه محاكم المملكه من اجل الاحتفاء باليوم الوطني للسلامه الطرقيه الذي يصادف 18 فبراير من كل سنه. وهو موعد كما تعلمون جاء بناء على التفاته مولويه اثر تراس جلاله الملك محمد السادس صلى الله عليه وسلم لاجتماع اللجنه الوزاريه للسلامه الطرقيه يوم 18 فبراير 2005 وتعليماته الساميه لاتخاذ جميع التدابير الكفيله للتخفيض من عدد الحوادث السيره والحد من عواقبها، مما يؤكد ويعزز بادر اهتمام جلالته بهذا الموضوع. ولن تفوتني هذه الفرصه دون الاشاده بحرص السيد وكيل الملك المحترم على انعقاد هذه الندوه تنفيذا لتعليمات رئاسه النيابه العامه لما تمثله من اهميه توعويه ومحطه اساسيه لابراز دور القضاء في التخفيف من افه حوادث السير، وهذا ما ينسجم مع الغايات الفضلى التي يعلم تحقيقها المخطط الاستراتيجي للمجلس الاعلى للسلطه القضائيه. حضرات السيدات والساده ايها الحضور الكريم، ان الاحتفال بالسلامه الطرقيه هو في الحقيقه يخفي في مضمونه الحزن الشديد الذي يتملكنا، ونحن نقارب هذا الموضوع لانه يرصد ظاهره انسانيه غير مفهومه، او بالاحرى حرب معلنه ذهبت ضحيتها اعداد هائله من ذوينا واحبابنا ومواطنينا، حتى انه كانت لا تخلو اسره او عائله مغربيه من احدى ضحايا حوادث السير. يوميا مقتل 10 اشخاص واصابه 250 اخرين بجروح. سنويا وفاه اكثر من 3500 شخص و12000 مصاب بجروح بليغه. التكلفه الاقتصاديه 17 مليار درهم سنويا، اي ما يمثل 2.5% من الناتج الداخلي الخام. وقد تضاعفت المجهودات على مر السنوات من طرف الدوله وجميع المؤسسات العموميه والخاصه والاجهزه التقنيه والفنيه من اجل التخفيف من حده هذه الظاهره، غير ان النتائج مهما تحققت تبقى الخسائر البشريه والماديه فادحه ومحزنه وتتطلب الرفع من التعبئه الوطنيه والمحليه قصد ايجاد جميع الحلول الممكنه حفظا للارواح وضمانا لسلامه المواطنين على الطرقات. من هذا المنطلق وجب علينا جميعا التعامل مع قضيه حوادث السير بمبدا المحاسبه الذاتيه لكي نحسن من سلوكنا الشخصي على الطرق، ونقوم كذلك بدورنا في التاثير الايجابي على محيطنا انطلاقا من اسرتنا الصغيره ليمتد مفعوله الى جميع شركائنا. غايتنا في ذلك التحسيس بخطوره الموقف الراهن الذي تعكسه الارقام المهمله لعدد الضحايا وحجم الضرر المادي الذي يستنزف خزينه المملكه من جراء هذا الموقف. علما ان كل الدراسات الميدانيه المنجزه سنويا تؤكد على ان العنصر البشري هو الفاعل الرئيسي في وقوع حوادث السير، واقول لكم بكل صراحه كفى من اعتبار السائق مرتكب الحادثه بمثابه الغير الذي لا صله لنا به. انه نحن، انا وانت وانت، وهو شخص يعيش معنا يوميا، وقد نكون نحن ذلك الشخص ذات يوم اذا لم نغير من سلوكنا ونتحلى بثقافه جديده على الطرقات اساسها ربط سلوك القياده بواجب وحسن. ايها الحضور الكريم، لقاؤنا اليوم سيعرف التطرق لعدة مواضيع تخص مجال حوادث السير والسلامة الطرقية، مع التركيز على الإشكاليات المرتبطة بتفعيل وتطبيق مدونة السير، وقد حرصنا بتنسيق مع السيد وكيل الملك المحترم
على تحقيق التنوع الفكري والموضوعات والمداخلات والمواضيع حتى نتمكن من الإمام بجميع الإشكاليات المطروحة وفتح باب المناقشة والتفاعل مع حضور الكريم. ونتمنى أن تكون نتيجة هذا اللقاء مثمرة وإيجابية لكي نساهم جميعا في بلورة خلاصات واقتراحات من شأن التخفيف من الأزحة والتيسير. ونسأل الله التوفيق وأعطي الكلمة للسيد الوكيل عليك لتقدم المشكلة. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.